برحب بحضراتكم في المحاضرة الثانية في الكورس، وهي خاصة بالثري فيز انفرتر. احنا اتكلمنا قبل كده على السنجل فيز انفرتر سواء هاف بريدج او فول بريدج. معظم السيستمز المستخدمة في نقل قدرة كهربية عالية عادة بتكون ثري فيز. في السنجل فيز انفرتر مثلا ممكن نلاقي في قدرات لحد مثلا 5 هورس باور، ما يزيدش عن كده. كل ما هو اعلى مثلا من الرينج ده بيكون 3 فيز. ازاي اقدر اكون او اخلق 3 فيز انفرتر؟ انا لو قدرت اجيب 3 سنجل فيز انفرتر، انفرتر رقم 1 رقم 2 رقم 3 ومتغذيين من دي سي بس. الانفرتر رقم 1 يغذي الترانسفورمر، انفرتر رقم 2 يغذي الترانسفورمر، انفرتر رقم 3 يغذي الترانسفورمر. الثلاثه ترانسفورمر دولت السكندريز بتاعتهم هيبقى في بينهم نقطه كومن اللي هي تعتبر النيوترال بوينت للستار، هيوصل الستار. يبقى انا عندي عملت ستار كونكشن وعملت نيوترال بوينت. عشان الثري فيز يتخلق لازم اشغل انفرتر رقم 1 بحيث مثلا يخرج لي السكوير ويف او الفاندمنتال ساين بتاعتها التايم انستنت معين. الفيز الثاني يكون شيفتد من الاولاني ب 120 درجه. الفيز الثالث يكون شيفتد من الاولاني 240 درجه. يكون شيفتد من الثاني برضو ب 120 درجه. بالطريقه دي انا بكون قدرت اخلق 3 فيز انفرتر. الترانسفورمر سكندري زي ما شفتم كان واصل ستار. اذا انا خليت الترانسفورمر سكندريز يوصلوا مع بعض دلتا كونكشن، ده هيكون فيه ميزه ان التريبلين هارمونكس اللي هي السيرد 6 9 اند سو اون ويل بي يعني ايه يدوروا سيركلينج او سيركيوليتنج انسايد ذا دلتا كونكشن دي ويل نوت ابير تو ذا لود. فدي ميزه ان انا اعمل دلتا كونكشن في السكندري. عشان دكتور انا اسف بس ان انا قطع حضرتك، هو السلايدز واقفه عند السلايدز واقفه عند اول سلايد في المحاضره، مش عارف ده عندي ولا عند كل الناس. حد يرد علينا؟ ايوه يا دكتور. مش فاهم، ما سمعتش، عايز واحد بس يتكلم. واقف على اول سلايد بس يا دكتور. طيب ما تسكتين ليه؟ هو احنا كنا فاكرين دي انترودكشن بس يا دكتور، ولسه حضرتك هتقلب السلايدز بس. ف طب خليني اشوف ستوب شيرنج. اذا كان هو عمل ستوب شيرنج اوبن شير تري اهو، ماشي. ظهرت كده. لسه دكتور لسه عندي المفروض انا مديني ستوب شيرنج. او بدات يا دكتور؟ خلاص تمام. ادي كمان مره. طب انا كده هعمل كده زهره معانا. ان انا زهره الصوره. اه يا دكتور ال 12 دايت ولا 12 ترانزستور؟ خلاص انا بس 12 ترانزستور زي ما ذكرنا. أنا غريبة كده حصل.
كده ظاهرة الصورة. يا دكتور تمام. الصفحة رقم كم اللي ظاهرة عندكم؟ 4. لا تظهر 2، أنا فتح على 2 أصلا، حاجة غريبة. هي 4 فعلا شغالة يا دكتور. انا مش عارف المشكله فين. مكتوب شيرنج اوبن شير تري. طيب انا عايزكم حتى ما احل المشكله دي كلكم اعملوا نزلوا الملف اللي انا بعته امبارح على ال ام اس حالا. معايا ولا لا؟ حاضر يا دكتور. طيب يا دكتور تمام. يعني نزلوها عندكم وافتحوها وانا اقول لكم انا شغال في صفحه كذا اعمل ايه؟ بس انا مش عارف يعني ايه. مور اكشنز هنا هنا شير. هو دكتور تقريبا لو حضرتك عملت شير وبعدين سكرين هتفتح على طول، مش شير وبعدين ويندوز تقريبا. ممكن دي تبقى دي المشكله. شوف ناخد شير تري ماشي، وبعدين هنا طالع عندي ديسك توب ويندوز ماشي، وفي السكرين، السكرين كلها في انتاير سكرين هادي. هي دي المفروض انها تشتغل يا دكتور. مش عايز اشيرها. هي دي ظهرت عندك؟ ثواني تحمل. ايه بتظهر عندك؟ هنعطل كده. لسه ما ظهرتش يا دكتور. لسه ما ظهرتش يا دكتور. ما اصلا بيقول لي ستوب شيرنج، يعني معناه ان انا مش شايف حاجه. بدا يا دكتور ان هي تشير. بدات ان هي تشير. ثواني بس. شيرت ايه بقى؟ تمام. هو فاتح اللي حضرتك فاتحه. حضرتك فاتح التيمز دلوقتي. ودلوقتي فاتح ايه؟ دلوقتي سلايد 2. بس برافو خلاص. طيب كده هنرجع تاني لسلايد 2. طبعا انا لو عملت يعني ايه الفول برزنتيشن باينه معانا برضو الزهره سلايد 2 برضو. تمام. اولها 3 فيز انفرتر وفيها 3 ترانسفورمر. انا طيب خلاص الثلاثه هرجع بسرعه ثاني عشان بس الوقت. انا عندي هنا 3 انفرتر سنجل فيز، كل انفرتر واصل على ترانسفورمر. عندي 3 ترانسفورمر، عندي السكندري بتاع الترانسفورمر. قلنا واصلين ايه؟ واصلين ستار. قلنا ان الفيز الاولاني يبقى شيفت 120، الاولاني واخد ديو ريفرنس، اللي بعده شيفت 120 درجه، واللي بعده شيفت 240 درجه. فبكده بنخلق الثري فيز. ولو عملنا السكندري دلتا فبنخلي التريبل هارمونكس تدور في الدلتا. صفحه 4 معاكم دلوقتي. مظبوط يا دكتور. طيب احنا نقدر، احنا قلنا من الرسمه السابقه ان هيبقى عندي 3 سنجل فيز انفرتر. السنجل فيز انفرتر الواحد بيتكون من 4 ترانزستور. انت لو خدت بالك من الرسمه اللي قدامنا دي هيبقى فيها 12 ترانزستور. ادي البريدج رقم 1 اللي انا بشاور عليها، ادي البريدج رقم 2، ادي البريدج رقم 3، وادي السكندري بتاعت الترانسفورمر واصله في صورة دلتا على مخارج الانفرتر. ده تكنيك ان انا اعمل بيه 3 فيز انفرتر. لكن عادة ده انا مستخدم لان وجود ديفايسز كتيرة في اي كونفجريشن لتصميم كونفرتر بيبقى نقطة ضعف. فبالتالي احنا عادة نستخدم في 3 فيز انفرتر الشكل اللي قدامي. تمام. الشكل اللي قدامي ده يا جماعه في 6 ترانزستور، وكل ترانزستور وصل معاه الانتي بارلل دايد او الفري ويلنج دايد.
طبعا بيبقى عندي اللودز. اللودز هنا بيكون انا حاطط نموذج الموتورز، هو يعني اكثر تطبيق مستخدم هو الموتورز، اكثر تطبيق مستخدم هو الموتورز. طيب نلاحظ ان انا قلت لكم قبل كده في سنجل فيز انفرتر ان كل اثنين دايودز واصلين فيرتيكال كده بنسميها ار. فالسنجل فيز انفرتر هيبقى فيه 3 ارمز. يصل الكومن كولكتورز واصل على بوست التيرمينال، النيجاتيف اميترز او الاميترز بتاعت الارمز واصل على النيجاتيف تيرمينال. اللي فتح صوتي كتير لو سمحت، صوت عنده الفيلم. طيب هنيجي هنا نلاقي ايه زي ما بنقول كده ترانزستور 1 و4 بنسميه ار، وترانزستور 3 و6 انذر ار، 5 و2 برضو انذر ار، وبالتالي احنا بنسميها ايه ترانزستور موديول. ترانزستور موديول هي ترانزستور موديول زي ما انا شايفها كده هنا، هي بتبقى ريدي ميد يعني اندستريال وايز، هي بيتصنع كده ترانزستور موديولز. لو انا رجعت هنا الاقي اي ترانزستور موديول في كام طرف كباور، ادي نقطه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، نقطه بوزيتيف، نقطه نيجاتيف، نقطه على اللود. فهو نفس الحكايه اهو، بيجيب الموديول كده، ادي في ثلاث نقط 1 2 3. اما النقط اللي هنا دي فدي الخاصه بالجيتس اللي هي بقى مين، عاده الجيت بتاع الترانزستور يفصل ما بين البيز والإميتر. بالتالي الترانزستور هنا عاده بتركب موديولز لما بتيجي نغذي بقى السيجنالز، فلازم تتغذى من خلال بافر سيركتس. ودي نموذج عندي الموديولز اهي واصله على الهيت سينك، والهيت سينك واصل معاه البلاور اللي هو بتاع التبريد، يعني تخرج منه هنا. بعد كده بيبقى فوق كل موديول البافرنج سيركت الخاصه بالجيت. الجيت بتاعت الترانزستورز دي تحتاج اشاره بمواصفات معينه يتم العمل حاجة اسمها signal conditioning ليها من خلال البافرز. ده شكل ده industrial inverter قدامنا. طيب هنا نشوف في الرسمة صفحة 9 معاكم واحد بس وليكن احمد عبدون. تمام يا دكتور. حاضر معانا ولا لا؟ مين حاضر معانا احمد؟ يا دكتور كان حاضر وكان بيرد على حضرتك دلوقتي. انت مين اللي اتكلم ده؟ انت اسمك ايه؟ احمد عبدون يا دكتور. طيب ماشي يا احمد، صفحه 9 معانا. تمام يا دكتور. تمام. بصوا يا شباب ركزوا معايا في الدياجرام ده. انا قبل كده قلت لك ان الانفرتر فكرته ايه، ديفايسز زي اللي احنا لسه شايفينها، بنبتدي نغذي اشارات بتتحكم في الاوردر اوف تريجرنج، الاوردر اوف سويتشنج. الترانزستور الفرق بينه وبين الثيرستور ايه؟ طول ما انا مديله اشاره التشغيل طول ما هو يفضل ايه؟ يفضل شغال. اول انا مقطع الاشاره يقطع التشغيل، فده اسمه فورسد كوميوتيشن، فورسد سويتشنج. انا اللي اقول له اشتغل امتى وانا اللي اقول له اقفل امتى. طيب ترتيب تقييم الترانزستورات هو الاوردر اوف operation order of switching. فان هنا رقم واحد يلي هنا اثنين يلي هنا ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ثم ستة. نبص فوق كده في الرسم الدياجرام على اليمين timing diagram، إشارة تعجيت رقم واحد وصل زمن 180 درجة من زيرو الباي، يعني اشتغل قول 180 وضغط في 180، يبقى أنا كده عملت سايك. واحد يقول لي وانا هجيب الاشاره دي منين؟ هقول له بنولدها من خلال الالكترونيك سيركتس باستخدام الامبيدد سيستمز او باستخدام المايكرو كنترولر. فالمايكرو كنترولر او المايكرو بروسيسور هو بيبقى فيه لوب في برنامج الجوريزم معين يكريت على واحد من الاوتبوتس بتاعته اول اشاره ويحكم الزمن بتاعها. يبدا الريفرنس بتاعنا في زيرو تايمينج، يستمر لمده 180 درجه. طيب ده بيريود. طب انا لو عايز التردد اللي خارج 50 هرتز يبقى من 0 ل 2 باي بتساوي 20 مللي سكند، من
زور بار تساوي 10 ملي سكند. واحد يقول لي جبت منين ال 20؟ هقول له اقسم 1 على 50 اللي هي الفريكوانسي. فانت لما تقسم 1 على 50 يديني 20 ملي سكند. كلام واضح؟ تمام يا دكتور. واحد يرد بس. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. بعد كده يا شباب جيت رقم 2 شفتت من جيت رقم 1 60 درجه. جيت رقم 3 شفتت من جيت 2 60 وشفتت من 1 120. جيت 4 شفتت ب 180 درجه. لاحظ حاجه ان 4 موجوده على نفس الارم فهي الانفلوب او المقلوب بتاع 1 و6 مقلوب مين؟ و2 مقلوب مين؟ 5. بص على التايمنج دياجرام لو بصيت على اشاره 2 تجد بعد 180 درجه 5 بتبدا. بص على الاشاره رقم 3 تجد بعد 180 درجه 6 بتبدا. طب ايه بقى معنى الكلام؟ امشوا معايا بقى من هنا من البوست تيرمينال. لما اشغل ترانزستور واحد اكيد التيار يمشي يخش في نقطه رقم ايه؟ حد يرد ايه؟ تخرج منين؟ من بي يو سي او من مين؟ او من سي او من بي وسي مع بعض، صح؟ انا لو شغلت 6 يبقى انا هخرج من 1 و6، ولو شغلت 2 هخرج من 1 و2، ولو شغلت 2 و6 هدخل من 1 واخرج من مين؟ من 2 ومين؟ من 2 و6. واضحه؟ تمام. طب لو اشتغلت 3، لو اشتغلت 3، لو دخلت من 3 على بي هخرج اما من 4 او من مين؟ من 2 وهكذا. ولو اشتغلت من ترانزستور 5 فانا همشي ازاي؟ همشي من 5 واخرج اما من 6 او اخرج من اما من 4. اذا الاوردر اوف اوبريشن كده. ولذلك هنا ايه؟ لو احنا عايزين نرسم تايمنج دياجرام ل A و B انا هدرس A و B بس، لاين تو لاين فولتج A B. ف A B معناها ايه؟ ان انا همشي من 1 غصب عني لازم اخرج من مين؟ من 6. يبقى اذا هنا ايه؟ A و B 1 و6. لاحظوا حاجه فعلا انت لما تبص من الاشاره رقم 1 اهي و6 مشتركه معاها في 120 درجه، فانا اقدر افتح 6 120 درجه عشان كده باخد العرض البلس 120. بعد كده A و B حكم عليا اني لازم 1 و6 يبقوا شغالين، فهنا هلاقي مين؟ هلاقي واحد في النقطه يعني من 100 من 240 ل 180 واحد شغال بس 6 قاطع، يبقى الخارج بصفر. بعد كده نلاقي ايه؟ نلاقي ما هو A و B برضو ممكن يشتغل ما بين مين بقى؟ يشتغل ما بين يعني ما انا A B، لكن برضو ممكن امشي B A. لو مشيت B A معنى ايه؟ مشيت من 3 وخرجت من 4. نروح هنا مع بعضنا نلاقي ادي 3 وادي 4 مشتركين مع بعض 120 درجه، اللي هم بيدوني الجزء اللي هو ده اللي هو ناقص بي اس اللي هو على الفولتج اي بي. هل المساله واضحه؟ بكده انا على الفولتج اي بي 2 بوينتس قدرت اعمل سكوير ويف وصلت لمده 22 درجه بوست دايركشن، قطعت لمده 60 درجه، وصلت كمان 240 120 درجه ثاني نيجاتيف دايركشن، قطعت 60 درجه، كده انا كملت الكومبليت سايكل. وهكذا بالنسبه لبي سي، هلاقي ان بي سي شفت من اي بي 120 درجه، ولو جيت ابص سي اي كسريف سيستم الاقي سي اي شفت من اي بي 240 درجه ومن بي سي 120 درجه. اي سؤال؟ يا قوم. لا يا دكتور تمام، بس يعني استاذنك بس يعني لو المايك بعيد عن حضرتك شويه عشان هو الصوت تقريبا فيه زي زد صوت او بعيد، فساعات الصوت بيبقى بعيد شويه مش واضح. اقرب خالص والله يا ابني انا تعبان، معلش معلش. الف سلامه على حضرتك يا دكتور. معلش. طيب ده ايه في اي بي؟ بصوا هنا المعادله دي بقى، في اي بي ده بيساوي ايه؟ هو عباره عن جيت 1 ناقص جيت 3 في في اس. خلاص؟ طيب نبص هنا ادي الحكايه. هو طبعا الكلام ده هو شرح اللي انا قلته، مش هخش فيه، ولكن نتعلم هنا ايه الاوردر اوبريشن. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6
خمسة ستة واحد ستة واحد اثنين order of a order of getting or switching the transistors. طيب قلنا ان انا اللود ممكن اوصله دلتا تمام، فالدلتا فولتج او الدلتا كونكشن بيكون اللاين تو لاين فولتج هو نفس الفيس فولتج. طب انا لو حبيت اللي احنا شفناه ده يا شباب اللي فات ده كان لاين تو لاين فولتج، طب انا لو عايز اجيب الفيس فولتج في حاله ستار كونكشن انا هجيبها من مين بقى؟ هجيبها من اس 3 فيز او لاين تو لاين فولتج. طيب نشوف هنا لو انا جيت عايز اجيب الفيس فولتج هرجع تاني عشان نفتكر مع بعضنا. بصوا هناخد الفيس اي بي، انا لو عايز اجيب الاي ان خدوا بالكم دلوقتي يعني انا عندي ايه ده اللاين تو لاين اي بي، لازم نبقى فاهمين اني هندرس الحكايه يعني هي عاده ايه الـ A ده هناخد الأول من 0 ل 60 درجة، من 60 ل 120 ومن 120 لكام؟ ل 180. نبص مع بعضنا هنا، أول حاجة من 0 ل 60 درجة اللي هي ضايعة على 3 هنا الإيكوفلنت سيركت كأني بخرج من البوزيتيف تيرمينال أروح على MC وأخرج من N وأرجع على B. طب تعالوا كده نشوف الكلام ده، نرجع تاني على الدياجرام خليكم بس معايا كمان مره. انا مشيت من A و C بس خرجت من B، نروح نبص كده عشان نفهم من 0 ل 30. خدوا بالكم انا كنت ماشي A B وكنت ماشي مين؟ ماشي C A. ايه معنى الكلام ده؟ ان انا كنت ماشي من واحد، ها مش احنا قلنا ايه خليكم فاكرين، قلنا دخلنا من واحد ومن مين ومن سي وخرجنا من بي، يعني معناه ان كان ترانزستور واحد وخمسة شغالين بس خرجنا من مين؟ من ستة. تاني انا هو البوزيتيف وصل على ايه؟ يعني لو كان ترانزستور واحد شغال وترانزستور خمسة شغال انا مشيت ايه؟ ايه وسي، بس الاثنين عملوا ايه؟ خرجوا منين؟ خرجوا من بي، راحوا الترانزستور كام؟ ستة، اللي هو وصل فين؟ في النيجاتيف. فالايكوفلنت انت لما يبقى عندك اللود دي كانه ار وده ار وده ار، فانا مشيت من البوزيتيف تيرمينال ووصلت على ار لحد نقطه ان، وبرده هنا وصلت من ار على نقطه ان بس خرجت من ايه؟ من ار. نبص للايكوفلنت سيركت تاني، مشيت من البوزيتيف تيرمينال رحت من ايه لحد ان على مقاومه، ومن سي على ام على مقاومه قيمتها ار، وخرجت من ان عن نيجاتيف على بي، يبقى نقطه ار وار دي واصلين ايه مع بعض دلوقتي؟ سيريز بارالل من ال ام وسي ال ان واصلين ايه الاثنين اللي انا اشار عليهم دول؟ بارالل. يبقى الايكوفلنت سيركت بتاعتهم كام؟ يبقى 1.5 ار على 2، يبقى التوتال ايكوفلنت ريزيستنس هي زي انت ما قلت 3 على 2 1.5 ار. يبقى الكرنت بيساوي ايه؟ في اس على 1.5 ار. طب الفولتج دروب من ال ان هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن اي 1 اللي طبعا ديفايد باي ايه؟ ها؟ 2 مضروب في مين؟ في الار. مضروب في الايه؟ الار. يبقى في ان راح يساوي في سي ان هو اي 1 ار على 2، يبقى في اس على كام؟ على 3. طب في بي ان بيساوي ايه في الحاله دي؟ هيساوي ماينس اي ار في مين؟ في ماينس اي 1 طبعا في ار. خلاص اللي هو يساوي كام؟ ماينس 2 على 3 في اس. طب نروح نشوف من باي او من الاوميجا تي من 60 الى 120، نرجع للرسم عشان نفهم.
من 60 نبص للدياجرام هنا من 60 ل 120 من 60 ل 120 فانا شغال اي بي وشغال ماينس ايه في سي اي يعني انا مشيت من نشوف هنا مشيت من بي وسي وخرجت على اي او تحديدا مشيت من اي دخلت من اي وخرجت من بي وسي نرجع تاني على الرسمه مشي من اي يعني معناه شغل ترانزستور رقم واحد وخرج منين من بي وسي انا عايز ارجع افكركم بالاوردر ده تاني عشان ما خليكم فاكرين دي 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6 1 6 1 2 هنا لما يمشي من A ويخرج من B و C نروح كده على الرسمة يمشي من A ويخرج من B و C يعني مشي واحد واحد A أو ستة واحد اثنين مشي من واحد وخرج من اثنين وستة أهو يبقى مشي من مشي في مقاومة R وخرج من اثنين R واصلين مع بعضهم بارل نفس الحكاية اللي حصلت المرة اللي فاتت هجيب الإكوفلنت سيركت تطلع 3 على 2 R هجيب I 2 هيبقى VS على R إكوفلنت الـ VAN هو I 2 في الـ R الـ VBN بيساوي الـ VCN هو ماينس I 2 في R على 2 اللي بيساوي ماينس VS على 3 القصة بعد كده من أوميجا تي 120 ل 180 نرجع للرسم 120 ل 180 مين اللي شغال بي وسي وسي وإيه هنا معنى إن سي متكررة يعني الشغل كله ماشي منين من سي يعني ترانزستور رقم 5 هو اللي إيه هو اللي شغال فأكيد هدخل من 5 وأخرج من بي وإيه نشوف كده بيقول لنا إيه اهو هدخل من سي فعلا او هدخل من اي وبي واخرج من سي فبرضه بيحسب البي ان والفي سي ان طبعا الاي ان والبي ان هما حاجه واحده لكن الفي سي ان بيكون قيمته مختلف نشوف هنا هذا فكره الفي ان افتكروا معايا قلنا من صفر لستين درجة كام؟ خلينا تعالوا نرجع نبص هنا اهو بي ان من صفر لستين درجة كان في اس على ثلاثة ومن ستين لمية وعشرين بي ان اتنين في اس على ثلاثة ومن مية وعشرين لمية وثمانين البي ان في اس على ثلاثة نرجع نبص هنا فعلا اهو بي اس على ثلاثة لحد 60 ل 120 2 بي اس على 3 من 120 ل 180 هي في اس على 3 ده البوست فار سايكل ده النيجاتيف فار سايكل بنفس الايه بنفس الطريقه حساب في بي ان هو هو زي في ان ولكن شفت بكام 120 درجه حساب في سي ان هو هو في بي ان ولكنه شفت ب 240 درجة منين؟ من نقطة الريفرنس اللي هي نقطة الصفر. أي سؤال يا شباب؟ يا دكتور تمام. استنوا بقى لما أشوف كده عشان لما أشوف الناس اللي معايا. استنى. Want to keep your link إيه؟ إيه الكلام ده؟ أمس كنت روح. استنى. يعني شوف كده حدش يمشي بقى 40 او حد يخرج ماشي مين ده يعني انا هاخد عينه عشوائيه من الناس كده مثلا هاخد انطوني اسامه يا انطوني رد عليا او انطوني بقى ولا انطوني ما اعرفش ها انطوني مش عايز ترد ليه طب احمد ياسر ودي احمد ياسر
مقياس الشباب الاولاد ما حدش بيرد. لا حاجه عجيبه. الو ايوه دكتور. انت احمد ياسر؟ لا يا دكتور. امال انت مين؟ انا مصطفى ابراهيم. طب يا مصطفى امال الناس اللي مش بيردوا ليه؟ ممكن مش عارف دكتور، هو ساعات عندنا الصوت كان بيقطع من شويه فمش عارف بصراحه. طب يعني عندنا اللي بيقطع؟ من اول المحاضره كان الصوت عند حضرتك ساعات يقطع وساعات يجي، بس كنا سامعين يعني لحد ما. طيب ليك سؤال يا مصطفى، مش انت قلت مصطفى؟ يا دكتور ليك اي سؤال يا ابني؟ فاهم حاجه ولا عندك مشكله في حاجه؟ فاهم يا دكتور تمام، بس كان في جزئيه كده يعني الدنيا بس صفحه ملخبطه معايا يعني. شويه. ايه اللي هي ايه؟ تقريبا سلايد 4 فور. ارجع او لك ثواني ثواني، لا هقول لحضرتك معلش ثواني. 9 معلش. نروح لتسعة. يلا السيكونس يا دكتور اللي احنا بنعمل بيه سويتشنج ده على اساس ايه؟ يعني ليه ساعات بفتح سويتشين يعني مثلا ساعات بفتح مثلا A و B واطلع من C، وليه ساعات مثلا بفتح A بس واطلع من B و C؟ ليه يعني؟ حلو، كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. دي فكره اسمها ال 180 ديجري كوندكشن كرايتيريا. بيخلي ترانزستور رقم واحد يبقى شغال 180 درجه، يعني 2 180 درجه بس، واحد واثنين فرق بينهم كام درجه؟ رد 60 ولا دي كام؟ وثلاثه وهكذا. طيب. كل يعني ثلاثه يفرق عن 2 ب 60، اربعه يفرق عن 3 ب 60 وهكذا. تعالى في اللحظه من صفر ل 60 درجه، بص بعينيك كده في كام ترانزستور شغال؟ واحد. ها انزل معايا. اثنين ثلاثه. معلش انت مش شايف بقى، رد عليا انا ولا ابني. واحد دكتور. ثلاثة. واحد وخمسة وستة. تمام مظبوط. ولا أنا غلطان؟ تمام. طب روح للدياجرام اللي على الشمال اللي هو الكونكشن دياجرام بتاع الترانزستورات. واحد وخمسة وستة معناها خمسة شغالين. تمام. شفت من A ومن C وخرجت من B. تمام. تعالى ال 60 درجة اللي بعدهم. واحد واثنين وستة. واحد واثنين وستة يبقى ده على اللاين تو لاين. استناني يا ابني بس، ده على اللاين تو لاين. بعد كده واحد واثنين وثلاثة. بعد كده اثنين ثلاثة أربعة، ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ستة واحد، ستة واحد اثنين، أند سو أون. وصلت؟ فدايما all the time three transistors are a conducting. ده عشان يطلع لك مين؟ اللاين تو لاين فولتج. انما اللي بعد كده ده كان استنتاج الفيس فولتج. تدرس الايه؟ الايكوفلنت سيركت عشان استخلص او استنتج الفيس فولتج من اللاين تو لاين. تمام. وضحت يا مصطفى؟ يا دكتور. مين تاني ليه سؤال؟ طيب يا دكتور، هو ممكن سؤال تاني ممكن ملوش علاقه بالمنهج؟ يعني او ملوش علاقه بالجزئيه بتاعتنا. لا اصبر لحد ما اخلص زملائك الاول وبعد كده ارجع لي. خلاص تمام. يا شباب عايز يسال. يا دكتور سؤال. قول اسمك. ديفيد. يلا يا ديفيد. هو ليه الفولت بتاع الاي بي بيبقى بالبوزيتيف والبتاع السي اي بالنيجاتيف؟ حلو. بتتكلم على السلايد دي؟ لا 9 برضه. نروح لتسعة. نحل سلايد. يلا اتكلم، قول تاني. ليه يعني انا دلوقتي انا مشغل واحد وخمسه وسته في اول 60 درجه، ليه الاي بي هي اللي تلعب بالبوزيتيف والبي سي تلعب بالنيجاتيف؟ اصبر شويه اصبر شويه. ما هو انت بتقول اول 60 درجه، فانا اشتغلت من واحد وخمسه وسته. واحد وخمسه وسته. يعني انا ماشي من البوزيتيف تيرمينال، مشيت على ايه وماشي من البوزيتيف تيرمينال على ترانزستور 5 رحت على سي. حلو. التيار نفسه ماشي من البوزيتيف على النيجاتيف، من سي ومن ايه بس يخرج من مين؟ من بي. راح لمين؟ للنيجاتيف. هو ده الكرنت دايركشن. لكن لما بتيجي بقى في اللحظه من باي 180 ل 240، نبص كده نلاقي مين اللي شغال. الاقي 2 و3 و4. نروح نفكر مع بعض. 2
أربعة ثلاثة. كمان مرة، أنا لما أدخل من إم سي وأخرج من بي، التيار ماشي منين؟ من بي إلى النيجاتيف، واضحة؟ لكن لو أنا بقى مشيت من ثلاثة وأخرج على إم سي، يبقى أنا دخلت في بي، يبقى في مرة بخرج من بي ومرة بدخل إلى بي، يبقى التيار بيتعكس ولا ما بيتعكسش؟ رد. بيتعكس يا دكتور. يعني لو من سي لإيه تبقى مظبوطة، لكن من بي لسي يتعكس. مفيش حاجه اسمها مظبوطه وغلط. مره مش امال يا ابني بعمل ساين ازاي، ولا بعمل سكور ويب اي سي ازاي؟ مره امشي مده 82 درجه موجب ومده 82 درجه ساين. وصلت؟ وصلت. طبعا شكرا. اللاين تو لاين فولتج هنا ما بيتكونش 180، بيتكون كام؟ 120 موجب و120 ساين. وصلت؟ وصلت يا دكتور. تمام شكرا. مين تاني لسه؟ أي عمر، فين أي؟ أي عمر؟ يا آية لا ترد. طيب دينا عصام، شكل أيوة يا دكتور. اتفضلي. أيوة يا دكتور محمد. هو آخر ايوه بس في اخر سلايد خالص حضرتك كنت بتشرح فيها اخر حاجه قبل ما تبدا اسئله، اللي هي رقم ايه؟ ما قولي لي وساعديني رقم ايه. هو انا مش فاكره رقم كام، بس هي بعد السيركت اللي كانت بتاعه الريزيستنس دي ولا اللي قبلها؟ ايوه لا دي لا نمره لا اللي تحت دي 16. انا هفتح لك الشاشه عشان تشوف دي 16 بتتكلمي فيها. ايوه يا دكتور. لا بس انا معلش حضرتك ممكن بس تعيدها تاني؟ حاضر. ما هو انا عندي هنا ده الفيس فولتج، احنا انت بنت فهمت ان احنا زاد بنخرج اللاين تو لاين فولتج اللي هو الاي بي والبي سي والسي اي، ده اللاين تو لاين كويس. انا هنا بحاول استنتج الفيس فولتج اللي هو الاي ان او البي ان او السي اي. الاي ان نفسه بيبقى ليه قيم مختلفة من 0 ل 60، ليه بيطلع قيمة اس على 3؟ من 60 ل 120 بتنم في اس على 3، من 120 ل 180 في اس على 3، من 180 ل 240 ناقص في اس على 3، وهكذا. طب انا جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده جبناه من ان انا بقول زمن التوصيل من 0 ل 60 درجة، من 0 ل 60 درجة انا بقول بشغل من ام سي وبخرج من بي. طب انا جبت الكلام ده منين؟ نرجع للرسمه دي من صفر، كما مره خليك فاكر، من صفر ل 60 اللي هو من هنا لهنا، مين الترانزستورات اللي شغاله؟ 1 و5 و6. 1 5 6 يعني انا مشيت من 1 و5، يعني مشيت في نقطه A ومشيت في نقطه C، فكاني مشيت على ام سي وخرجت من بي. خلي بالك من الحكايه دي. بس ما انا مشيت من A، يعني من A على B من خلال نقطة N، فكأني مشيت AN وبعد كده مشيت CN وبعد كده خرجت من B. ارجع للكوفلنت سيركت عشان افهم، الاقي نفسي مشيت من الموجب على A ومشيت من الموجب على C ورحت رايح على نقطة N، فكأني عندي مقاومتين واصلين مع بعض ايه؟ بارلل. بس خرجت من N رحت على نقطة مين؟ دي، فمشيت في R على النيجاتيف. فبحل يكون السيركت دي كان ايه؟ عندي المصدر باخد من الموجب، عندي مقاومتين واصلين بارلل اللي هم الايكوفلنت بتاعتهم R على N، بعد كده واصلين سيريز مع مقاومة اسمها R، يبقى التوتال ايكوفلنت ريزيستنس هي 3 R على 2. من هنا بجيب التوتال كارنت اللي هو I1. طب عايز اجيب الفولتج VAN، بضرب I1 في R اللي بتطلع كام؟ في اس على 3. طب عايز اجيب الفولتج بي ان، او هي هنا هيبقى ان اي عشان بقول ايه؟ ماينس اي 1 في R يطلع ناقص 2 على 3 في اس. واضح؟ كده احسن شويه. شكرا يا دكتور. ايه اللي لسه مش ايه اللي لسه مش واضح؟ يا دين. ايوه يا دكتور مع حضرتك. ايه اللي مش واضح؟
هو بس ان احنا بنقلبها نيجاتيف يعني البي ان. حاضر، نرجع تاني للحته بتاعت نيجاتيف كمان مره. التيار ماشي من الموجب للاتجاه ان، صح ولا غلط؟ اه. يبقى الفولتج دروب على الاي ان اسمه ايه؟ الاي ان. طيب هنا بقى الفولتج دروب على المقاومه دي، التيار ماشي في الاتجاه ده، يبقى الفولتج دروب ان بي ولا بي ان؟ ان بي. ما انا عايز بي ان، عشان كده بقول اه يبقى نحط نيجاتيف. تمام 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 يا دكتور، واضح. وانا عايز اخد بي ان، اصلا بي ان كان التيار ماشي كده، الحقيقه ان التيار ماشي العكس. وصلت؟ تمام يا دكتور. هنحط الاشاره لايه؟ النيجاتيف. النيجاتيف. اوكي طيب، شكرا لحضرتك يا دكتور. حد لي سؤال تاني؟ معلش انا بختار عينات منكم علشان ما تبقوش قاعدين يعني متضايقين، يعني ما هو لو انتم ما سالتوش هتبقوا متضايقين. هو يا دكتور آية عمر حضرتك ندهت عليها كاتبة في الشات بتقول حضرتك موجودة بس المايك بويز. مفيش مشكلة عادي، أنا مش بزعل من حد، أنا ما بزعلش من حد، أنا محدش هيقلق يا جماعة، أنا بحاول أساعدكم، فهمتوا؟ شكرا. هنعمل إيه كلنا ما إحنا مش شايفين بعض؟ ماشي؟ طيب كان في حد اسمه مصطفى بيقول لي سؤال، يلا اسأل يا مصطفى. أيوه أنا يا دكتور. يا دكتور إيه الفرق ما بين ال 120 وال 180 ديجري كوندكشن؟ انا كان عندي فكره عن ال 120 قبل كده بس انا مستغرب ال 180. 120 بص، انا اصلا كنت بديها زمان بتفرق في شكل الويف فورم وفي حسابات الهارمونكس وحاجات زي كده، فاحنا عشان من من يعني ايه لو انت خليت ال 120 هتشتغل بالترانزستور، بدل ما كل ترانزستور بيوصل 180 درجه يوصل 120، هيبقى استنتاج الويف فورم مختلف. بس تمام، لكن في فرق في الافشنسي او كده يعني حاجه افضل من الثانيه؟ طبعا طبعا. في نقطه ثانيه مهمه، احنا اصلا حقيقه في الانفرترز الصناعيه ولا بنشتغل 120 ولا بنشتغل 180، بنشتغل بحاجه اسمها البولس ويتش موديليشن. لكن تمام. انا بديكم اوليات الموضوع عشان ايه نفهم الدنيا ماشيه ازاي. كويس تمام. طيب نرجع بقى للايه للمحاضره. السلايد وصلت؟ احنا كده سلايد 17 شايفينها؟ ايوه يا دكتور. حلو، دلوقتي احنا هنبتدي نحسب الانستانتينيوس فولتج في اي بي. الفي اي بي هو ايه؟ هو هيديني ده الانستانتينيوس سميشن للاوردر اوف هارمونكس كلها، طبعا الاود لان الايفن مش هتظهر عشان دي سكور ويف، فور في اس على ان باي ساين ان باي على 3 ساين ان اوف اوميجا تي بلس باي على 6. في بي سي هو نفسه في اي بي ولكنه شفت ب 120 درجه، ده اذا كان زائد 30 فده ناقص 90، فبرضه لا يزال زائد 30 وناقص 90 هو الشفت 120، وهكذا بالنسبه ل LVCA. هنا يقول لي ان كريبلين هارمونيكس اللي هي الثالث التاسع 15 وهكذا هيبقى بصفر، لان ساين ان باي على 3 بتساوي كام؟ بتساوي صفر. ما هو التريبلين هارمونيك يعني ايه؟ 3 على 3 ب 1، يبقى ساين باي بكام؟ هي ساين باي بصفر وهكذا. طيب احنا نحسب بقى الار ام اس فاليو لللاين تو لاين فولتج على اللود في المخرج هيساوي ايه؟ 2 اوفر 2 باي انتجريشن من 2 باي اوفر 3. طبعا 2 باي اوفر 3 جت منين؟ 360 على 3 120 درجه. فاكرين الويف فورم كانت على لاين تو لاين كانت عرضها كام في البوست بار سايكل؟ من 0 ل 120، يعني كانت بتبقى 120 درجه بس. فعموما الانتجريشن للار ام اس فولتج بيديني ان اللاين تو لاين فولتج بيساوي روت 2 اوفر 3 في اس، لو بيساوي 0.816 في اس. الار ام اس للام ان الام اس كومبوننت يعني للهارمونكس يعني الفي ال ان بيساوي 4 في اس على روت 2 ان باي ساين ان باي على 3. لو خدت ان بواحد فانا جبت الفاندمنتال، فيطلع لي الار ام اس على الفاندمنتال هو 0.779 في اس.
to neutral voltage هو V line over root 3 فهيساوي 0.47 Vs. The total harmonic distortion للوفورم السابقة على line to line voltage 31%. The distortion factor 1.2%. واللوست اوردر هارمونيك هو الخامس، لان زي ما قلنا التريبلينج بيساوي ايه؟ بيساوي الصفر. في حاله الريزيستيف لودز الديودز اللي واصله انتي بارلل دي هاف نو فانكشن، ملهاش وظيفه. لكن ان ذا كيس اوف اندكتيف لود دي كارنت ان ايتش ارم اوف ذا انفرتر وود بي ديلي تو اتس افريج اس شون، هيحصل شيفت. يعني ايه؟ انا حاله الموتور، الموتور عموما هو ار ان لو، فنلاقي لو كان ده شكل اللاين الفيس فولتج، فالفيس كارنت ما بيبقاش انستنتينيوس يطلع مع الفولتج، بيبقى ديلي عنه نتيجه الاندكتنس. هنا بقى بيظهر معايا ايه؟ اذا كان ده الفيس فولتج كنا بنقول الاول كان لمده 180 درجه الفيز ايه شغال، وطبعا معنى اننا ايه شغال يعني انا شغال من الترانزستور رقم كام؟ واحد. لكن حقيقه نتيجه الاندكتنس اما واحد بيشتغل الترانزستور شغال لحد 180 درجه، يجي من 180 الى سيرتن تايم اللي بيشتغل هو دي 4 الاندكتنس تفرق كمان مره. يعني انا كنت ببقى ماشي من ايه الى بي او ايه او سي، لكن اول ما بطفي ايه اللي هيحصل؟ في انرجي ستورد في الـ في الكويل ده، في الكويل رقم ايه، عايزه تخرج. تخرج ازاي؟ تقوم نتفاهم مع بعض ان التيار ما بيقطعش، بيفضل بيحاول يستمر يمر في نفس الايه، يمر في نفس الاتجاه. فالتيار كان ماشي كده في هذا الاتجاه ماشي، فايه اللي هيحصل؟ يوم يخرج من ام، تمام، يعني ايه؟ ان هو التيار اللي هيمشي من النيجاتيف، شوف بقى الحته ديت كمان مره، احنا قلنا التيار كان ماشي ازاي؟ ماشي من هنا في ايه؟ فايه اللي هيحصل؟ التيار راح يخرج من ايه زي ما هو، بس هيلاقي نفسه لنفسه منفذ من عند بي، معلش، يبقى التيار لما كان شغال من ترانزستور واحد ماشي نتيجه الترانزستور في ايه، اول ترانزستور ما يطفي التيار برضه يفضل زي ما هو، يخرج من ايه، يروح لمين؟ يروح من بي، يمشي في الدايود رقم 3، يروح للموجب، يرجع للمصدر، يرجع للنيجاتيف، ولازم اللوب تقفل في مين؟ في دايود 4. عشان كده هنا فعلا بنقول دايد 4 بيبقى ايه؟ شغال. طيب طبعا بيبقى قبل منها دايد 1 ايه؟ شغال. الجزء ده بيبقى نتيجه دايد 1 انه شغال. وبرده حد يجي يقول لي طب دي جت منين؟ هقول لك ببساطه الجزء ده، الجزء ده هنا بيبقى ترانزستور 4 شغال في الجزء النيجاتيف. الصوره واضحه يا جماعه ولا اختفت؟ الو تمام يا دكتور واضح. سلايد 19. طيب ترانزستور 4 لما كان شغال في الجزء النيجاتيف اول 4 ما يطفي، تعالوا برضو نفكر مع بعض، معنى ان 4 كان شغال، ترانزستور 4 شغال يعني ايه؟ يعني التيار ماشي من ايه الى 4، معناه ان التيار كان ماشي مثلا من 3 راح من بي رجع في ايه، التيار ماشي كده.
اول مربعه يطفي عشان التيار يفضل ماشي في نفس الاتجاه بدل بقى يعني هو خارج من ايه اربعه لما كان شغال ماشي يمشي فيه بس اول اربعه ما يطفي ما يلقاش قدامه غير ان يمشي بده يضرب رقم كام رده دايد واحد يروح في مين في البوزيتيف بتاع السبلاي يرجع على النيجاتيف بعد كده يخرج اما من 6 او 2 عشان كده في الجزء ده بيبقى دايود واحد شغال يا ريت كيو 1 بعد كده دي 4 اند سو اون حقيقه الامر ان كيو 1 اللي اشتغل بعد كده دي 4 بعد كده كيو 4 بعد كده ايه دي 1 عشان كده اللي بيحصل ان دي بس عشان تكمله السايكل لكن هي مش بتبتدي من دي 1 هي بتبتدي كيو 1 دي 4 بعد كده كيو 4 دي 1 وتحب مين مش فاهم يا شباب يا قوم تمام يا دو عايز حد يقول لي انا مش فاهم دكتور سؤال هو الكرنت شفتت عن الفولت عشان التيارات انا ديفيد ماشي يا ديفيد هو الكرنت شفتت عن الفولت عشان الكويل بتاع الموتور صح انت ترصد ايه كمان مره لاحظ هنا بص ده سؤال كويس انت دلوقتي شغلت ترانزستور واحد هيبتدي ما بيبتديش من الصفر متفقين بيبتدي بعد الصفر بانجل ثيتا عشان دي اندكتيف لود يمشي من تي 1 الى باي اللي هي 180 درجه اول ما بتطفي الترانزستور بتبقى فيه كميه انرجي استورد في الاندكتنس لازم تتفرغ بتتفرغ في مين؟ بتتفرغ في ديود أربعة ترجع للمصدر ده اندكتيف سيركت انت لو ما فرغتهاش تحرق الترانزستورات على طول وصلت؟ تمام يا دكتور شكرا الو مين تاني عنده سؤال؟ مين ما فهمش الحته دي؟ ما احنا شرحنا زيها في السنجل فيز انفرت ايه الجديد ها احمد عز الدين احمد عز الدين ايه الاخبار ايه عندك لا تمام كويس تمام ماشي يا احمد طيب اروح اللي بعدها خلاص ايه طيب بالتالي بقى يا جماعه يجي يجيب لي ايه الانستنتينيوس كارنت الانستنتينيوس كارنت هو الانستنتينيوس فولتج ماشي هي روت ار سكوير بلس ان اوميجا ال سكوير والفيز انجل 10 ماينس 1 ان اوميجا ال على ار حقيقه الامر يا شباب ان الاندستريال انفرتر انتبهوا بقى للسلايد دي عاده بيكون يعني الانفرترز الصناعيه المستخدمه للموتورز المستخدمه في اليو بي اس وخلافه المصدر دايما المتاح لينا في الشبكات هو الاي سي فالحقيقه ان انا باخد الاول ايه باخد 3 فيز سورس اروح على بريدج ريكتيفاير اخرج منه بريكتيفايد فولتج بدخل بعد كده على اندكتنس وعلى كاباستنس عشان اعمل سموزنج دي تعمل الاندكتنس تعمل او كويل ده بنسميها دي سي لينك اندكتنس بتعمل سموزنج للتيار والكاباسيتور اللي على دي سي لينك بيعمل سموزنج للفولتج بعد كده اروح على الترانزستور بريدج اللي بيعمل انفيرجن وبعد كده هنا المخرج هو مين هو اللود فدايما دايما انا لو قلت لك 3 فيس انفرتر سبلاي فروم 3 فيس سورس لاين تو لاين فولتج 380 فولت معناها ان الدي سي فولتج اللي وصل على الانفرتر كام 380 ولا 380 في جذر 2 عشان يبقى دي سي في جذر 2 يا دكتور هي مش في جذر حقيقه الامر ما انا بشتغل مع البيك
ما انا طالما حطيت مكثف انا خدت البيك بتاع اللاين كمان فولتج. هو احنا كلنا عارفين ان الدي سي فولتج هنا للبريدج بيساوي 1.35 من الاي سي لاين تو لاين، بس الكلام ده لو ريبل. لكن لما بحط مكثف فانا باخد مين؟ باخد البيك من اللاين تو لاين. فانا اللاين تو لاين لو 380 فلما اجي اضرب في 5 جذر 2 تطلع تقريبا 507 فولت. يبقى انا الانفرتر الصناعي اللي موجود في الصناعه لما بنديله 380 على 3 فيس انبوتس بتاعته، الدي سي لينك اللي في قلبه بيبقى عليها فولتج تقريبا 510 فولت دي سي which is hazard voltage. طيب نبص بقى على الرسمه دي وبنسميها reactive power flow between load and دي سي لينك. ناخد مع بعضنا الاول الخط البرتقالي. انا المصدر بيغذي الاي سي، عندي ريكتيفاير، الريكتيفاير بيديني دي سي صح، بمشي من البوزيتيف تيرمينال بشتغل على ترانزستور رقم واحد، بروح على اللود، معلش بروح على اللود، اخرج من اللود اروح من فيز بي ارجع على مين يا جماعه؟ على النيجاتيف، على النيجاتيف بصدر دي سي. طيب اول انا مطفي ترانزستور رقم واحد، التيار عايز يعمل ايه؟ التيار في ترانزستور رقم واحد كان ماشي هو الخط البرتقالي ده، واضحه؟ اول الترانزستور ما يطفي التيار عايز يفضل في نفس في نفس الاتجاه. قوم برضو شوف الخط الاحمر، الاندكتنس تحاول تخرج تمشي تلقاش قدامها على الديود رقم كام؟ 3، تخرج منه تروح على البوستر ترجع على البوستر تيرمينال ونلاقي نفسنا بنخرج من مين؟ من ديود 4. اذا الانرجي اللي كانت محبوسه في الملف ده والملف ده اللي هو اللون البرتقالي ماشي فيهم بيخرج برضو منهم هم يروح ينفذ او ينفذ في ديود 3 وديود 4. انتوا عارفين فكره الرياكتيف باور هي ايه؟ بتبقى عباره عن باور سايكلينج ما بين اللود وما بين المصدر. بتبقى عندك جنريتور وعندك موتور. الرياكتيف باور ايه؟ عماله رايحه جايه ما بين مين؟ ما بين الجنريتور وما بين الموتور، وما خرجتش في صوره اكتف، فعشان كده بتظهر عندي في صوره تيار لكن انا ما استفدتش منها بحاجه وتبقى عبء على الجنريتور. هنا في حاله الانفرتر خدوا بالكم من حاجه خطيره جدا، الرياكتيف باور بتاعه اللود، هل انتم شايفين ان هي راحت على المصدر ولا عملت اوسيليشن ما بين الاندكتنس بتاعه مين؟ بتاعه اللود والكاباسيتنس بتاعه مين؟ الدي سي لينك. انتم شايفين ايه؟ تقريبا راحت لوسز يا دكتور. لا مش لوسز، سايكلينج، سايكلينج ما بين الاندكتنس وبين الايه؟ الدي سي لينك كاباسيتنس. وصلت؟ تمام. وبتمر من خلال مين؟ الفري ويلنج دايز، بتمر من خلال الفري ويلنج دايز اللي احنا شايفينهم السته، وده بيحصل امتى؟ لما بطفي الترانزستورات. تطفي ترانزستور رقم واحد لازم تخرج من اربعه، تطفي ثلاثه تخرج من سته، تطفي خمسه تخرج من اثنين، تطفي اثنين تخرج من ديود خمسه، تطفي ترانزستور سته تخرج من ديود ثلاثه، وهكذا. عارفين معنى الكلام ده ايه يا جماعه؟ ان استخدام الانفرتر مع اي لود يؤدي الى تحسين الباور فاكتور على مين؟ على المصدر، على المصدر طبعا. عشان كده لما يكون عندي اندكشن موتور شغال مع ممكن لو حطيت بين المصدر وبين اللود بين الموتور درايف او انفرتر بنلاقي ان الباور فاكتور على المصدر اتحسنت حوالي 97%. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني الانفرتر بيتسبب في تحسين الرياكتيف باور بتاعت اللود. ليه؟ عشان ان الرياكتيف باور واللود دي درون فروم ذا سورس، هي عماله تسايكل ما بين اللود والدي سي لينك كاباستور. لكن
كلنا فاهمين قانون الطاقه انها لا تاتي ولا تستحدث من عدم ولا تفنى، او في حاله ترانزيت اول ما بتوصل الكهرباء على المصدر على الدايره دي على طول المكثف بيتشحن. بعد كده بقى نتيجه عمليه سويتشنج الجزء اللي اتشحن ده اتحبس رايح جاي ما بين الاندكتنس بتاعت اللود اللي هو الموتور وبين الايه الكاباسيتنس بتاعت الدي سي. وضحت يا شباب؟ تمام يا دكتور. المعلومه اللي انا بقولها لكم دي لازم تبقوا فاهمين ان تقريبا 95% من مهندسي الكهرباء في مصر ما يعرفوهاش. ومعلومه في منتهى الاهميه، خليكم فاكرينها، الانفرتر يؤدي الى تحسين الرياكتيف باور على المصدر، او نقولها بطريقه ثانيه، استخدام انفرترز للتحكم في سرعه المحركات الكهربائيه يؤدي الى تحسين الرياكتيف باور او الباور فاكتور، تحسين الباور فاكتور على المصدر. نقول ثاني ولا خلاص؟ تمام يا دكتور. طيب هنا بقى المكثفات دي، انا هنا عندي البريتش ريكتيفاير عند السورس سايد، عندي الانفرتر عند اللود سايد، الدي سي لينك كاباسيتورز عاده بتبقى مشحونه وزي ما قلتلكم بتتشحن بفولت قد يصل الى 540 فولت لو المصدر 400 فولت، فده هازارد فولت. لكن عشان كده لازم المكثفات الدي سي لينك يكون عليها حاجه اسمها ديسشارجنج ريزيستنس، عشان اول ما في الكهرباء المكثفات ده لو مهندس صيانه جه يروح يفتح الانفرتر ومد ايده يعني ممكن يعمل ايه؟ ممكن يتأذي يتكهرب. فالحل ان يبقى فيه ديسشارجنج ريزيستنس وصله بارده مع المكثف، ودايما الريجوليشنز بتاعت السيفتي يقول لك بعد ما تحط الكهرباء على الانفرتر ما تفتحش الدوائر بتاعته تشتغل عليها قبل مرور زمن حوالي 10 دقائق عشان نضمن ان المكثفات اللي في قلبه مشحونه بانرجي كبيره تفرغ والا تكهرب اللي بيحاول يقرب. مفهوم الحته دي؟ مفهوم يا دكتور. اي سؤال؟ كده يا دكتور في الاندستريال انفرتر لو انا دخلت له سنجل فيز سورس، مين انت؟ من انتم؟ انا مصطفى يا دكتور. ماشي يا مصطفى، وبعدين قول. طيب انا لو دخلت للانفرتر سنجل فيز سورس كده هيطلع لي اوتبوت كام على الموتور يا دكتور؟ يعني هيبقى 220 روت 2 بس، مش هيطلع 380؟ على فكره اللي انت بتقوله تطبيق حقيقي. احيانا بيبقى فيه انفرتر بيطلع 3 فيز والمصدر الدخول بتاعه سنجل فيز، بس برضه ده بيبقى قدرات صغيره اللي هو برضه 2 كيلو 3 كيلو وات مش اكتر من كده، انما القدرات الاعلى من 4 كيلو وات وانت طالع 3 فيز تو 3 فيز. ماشي تمام. لسه ليك سؤال؟ انا كنت بسال الاوتبوت فولتج هيطلع كام. ما هو انت سواء الدخول هنا مثلا، ما انت لو داخل هنا 3 فيز اللاين تو لاين كام؟ قلنا 380. الفولت السي هنا كام؟ داخل 2 في 380. اما لو دخلنا سنجل فيز بس 220 فالدي سي اللي هنا هيبقى جذر 2 في 220 اللي هو 310. تمام. او 311. تمام. بعد كده في اكزامبل اهو. عندك 3 فيز انفرتر وواصل على لود الار بتاعته 10 اوم والاندكتنس 23 ملي هنري والفريكوانس 60 هرتز، الدي سي انبوت فولتج كان 220 فولت. قاعد بقى يقول لك ايه، احسب الايه المتطلبات التاليه، اللاين فولتج، الفيس فولتج، الار ام اس فاندمنتال، وال يعني عايز لاين اللاين فولتج بتاع الفاندمنتال والفيس فولتج بتاع الفاندمنتال، توتال هارمونيك ديستورشن، ديستورشن فاكتور، والهارمونيك فاكتور والاوتبوت باور. ده عندكم وده الايه
الحل بتاعه واستخدمنا نفس الاكسبريشنز اللي احنا بنيناها قبل كده في حساب الانستنتينيوس فولتج، وطبعا حسب الامبيدنس الزد ال، ومنها بيطلع برضو الانستنتينيوس كارنت. بالنسبه للار ام اس فولتج هو 0.6 في اس، طبعا هو طلع هنا في اس ضرب 220. هرجع هنا، هو هنا لما ضرب 220 بس خد بالك قال لك ان الانبوت فولتج الدي سي 220، لكن لو انا قلت لك ان الانبوت اي سي 220 يبقى انت كان لازم تعمل ايه في ال 220 دي؟ تضربها في كام؟ رد جذر 2 يا دكتور. برافو. انا ممكن لو سالت السؤال ده كل اخوان، انا شفت كده كام واحد حاضر في المحاضره دي؟ 69. الدفعه دي كده كام واحد؟ 300. 231 طالب. لو انا سالت السؤال بالطريقه دي ال 230 طالب هيحلوا السؤال غلط، وبالصلاه على النبي كلهم خدوا صفر في السؤال ده. دكتور اتفضل. انت مين؟ انا عبد الله. هو حضرتك هو ليه سبعة عبد الله؟ عبد الله ياسر. وحضرتك احنا 187 بس مسجلين ماده تقريبا مش 300. والله انا ما اعرف يا عم، خليهم 300 من عندي. ماشي. طب تعالى نحسب مع بعض، انت قلت كام؟ 100 كام؟ تقريبا 187 او حاجه زي كده. تعالى نحسب مع بعض، 187 شيل منهم 70 يبقى 117، وشيل واحد يعني عندنا برضه 116 واحد هيروحوا في ابونات. ايه رايك؟ لازم تنتبهوا وتقراوا لما يجي لك سؤال، ما تجريش على الاجابه، اقرا السؤال مره واثنين. لان انا قلت لك تيبيكال انفرتر، التيبيكال انفرتر هو ايه؟ هو الشكل ده، ده التيبيكال انفرتر في صفحه 22 21 دي. الحقيقه بيبقى 3 فيز انبوت بريدج دي سي لينك 3 فيز بريدج انفرتر. يبقى انا قلت لك ان الانبوت فولتج 380، تقوم تحل المساله كلها على ان الار ام اس من 380 ولا من خلال الدي سي؟ ردوا. من خلال الدي سي. والدي سي هو ايه؟ هو 380 في جذر 2 روت 2. تمام. بس طب يا دكتور، ما هو السؤال بيقول ان ده الدي سي انبوت فولتج. خلاص، ما انا قلت لك عشان كده احنا حالين صح. انا بنبهك لو في تريك. تمام. ولا بلاش نعمل تريكات. ما قلتوش بلاش اذا انتوا عايزين. ماشي. يا ريت لا يا دكتور، يا ريت لا. انت سكت بقى. الله. طيب نشوف هنا، عشان كده هو حسب اللاين فولتج على اللود طلعها هي القيمه، حسب الفاندمنتال، وحسب بعد كده السميشن للهارمونكس، وبعد كده حسب الايه التي اتش دي سنجل فيز انفرتر، وحسب الديستورشن فاكتور، وحسب كمان الايه اللوست اوردر هارمونيك. تمام. وبرضو حسب الباور، هو قال لك الباور هي ال يعني طلع السنجل فيس فولتج في السنجل الار ام اس، طبعا سنجل فيس في الار ام اس للكرنت، بحيث انه ضرب الفولتج في التيار في ايه في 3. هو هنا جاب الفي فيز منين؟ اهو الفي فيز اعتقد جابها في المعادله دي. الفي فيز هو 103.7 فولت. تمام دكتور. نعم. اللوست هارمونيك ده بتبقى الخمسه، عشان احنا هنا قلنا التريبل مش موجوده، احنا 3 فيز، الثالث مش موجود في السنجل فيز، كان الثالث عشان مفيش تربع، مفيش دلتا كونكشن. صح. تمام دكتور. ما هو اول هارمونيك هيظهر معانا، خد بالك احنا الفاندمنتال موجود، الثاني مش موجود عشان ده ايفن، الثالث مش موجود عشان ده تريبلن هارمونيك كانسل، الفورس ده ايفن، يبقى مين اول واحد بيظهر؟ الخامس. نشوف الرسمه دي عشان دي اخر سلايد معانا. This is a typical AC drive 3 phase source input
3 فيز بريدج ريكتفاير. بعد كده اللي هو اسمه ايه دي سي لينك كاباسيتور 3 فيز انفرتر consists of 6 transistors and 6 freewheeling diodes. Each transistor is connected with a freewheeling diode. And here there is a link. We call it, there is a transistor, a DC chopper, وصل على DC. ده اسمه breaking, عشان يفرمل الموتور. ايه الحكاية دي؟ دلوقتي انا كنت اوصل الايه ال مثلا موصل الماتور وبعدين عايز افرمل الماتور ده فورس بريكنج افرمله ازاي طبعا انا هنا عندي الدايودز لو قطعت المصدر ماشي خلاص المصدر قطع بس لسه الموتور فيه انرجي فيه ميكانيكال انرجي ستورد فيه ولسه المكثف فيه الكتريكال انرجي ستورد فيه طبعا الموتور مجرد ما اول ما بتقطع الكهرباء وهو ده بيبقى جنريتور فبالتالي بيتحول هو كانه مولد ياخد الكهرباء تمشي في الدايودز تمشي كده تروح فين تروح على الريزيستنس دي تروح على الترانزستور ده انا لو فتحت الترانزستور ده كاني خدت الانرجي اللي موجوده في الموتور من خلال الدايودز وليس من خلال البريدج دي ومن خلال البريكنج ترانزستور ده بقوم ايه احرقها في بعضها يعني ايه باخد الانرجي في الموتور اعديها على المقاومه دي من خلال الترانزستور وبالتالي عملت حاجه اسمها فورس بريكنج على الموتور وقفته ايميديتلي واضحه الفكره دي مش ده مش تاني انا دكتور زي بحرقها كده في الريزيستنس لا يبقى جنريتور يعني يسحب منه التيار كله يدخل على الريزيستنس صح قول تاني انت مين اسمه ديفيد قول يا ديفيد لما يبقى جنريتور لما انا بقطع عنه المصدر بيسحب التيار بتاع الموتور كله يدخله على الريزيستنس صح اه ما بيتحول الموتور ده كانه مولد فالكهرباء اعتبرها بتخرج من هنا تروح على المقاومه على الترانزستور ده وترجع من الدايود ده على الموتور تاني مش كده انا سحبت انرجي من الموتور تمام السؤال تاني قفلت الدايره ما بين الموتور والدايود اللي على اليمين والترانزستور اللي في النص اللي واخد اللون البنفسجي اللي هو اسمه سويتشنج او دي سي تشوبر يستخدم لعمليه البريكنج تمام مين ليه سؤال معلش يا دكتور ممكن السلايد دي تاني انت مين الاول قول اسمك انا مصطفى يا دكتور مصطفى انت اللي عملت اسمك الصبح اه يا دكتور انت ليه كده يا مصطفى طب يلا اشرح لنا انا ما فهمتهاش يا دكتور ما لازم تشرح عشان ما فهمتهاش ده ايه اللي انا بشاور عليه الماوس مش باين لسه ده باين كده اه تمام ده السبلاي وده ايه ده كده الريكتفاير اللي عندي اللي هيحول الدي سي وده ايه ده كده الكاباستور والريزيستنس اللي افرغ فيها اه لا ده المكثف ودول مين ده مين ده الانفرتر ده مين تمام وده مين ده الموتور اللي عندي انا لما احب اوقف الموتور اول حاجه المصدر افصل الكهرباء من المصدر خلاص الموتور ما بيقفش ايميديت بيفضل ايه هيفضل شغال شغال شويه نتيجه الكاينتيك انرجي اللي فيه فبيتحول كانه جنريتور فبدل ما هو يقوم يمشي التيار كانه مصدر هو ده بيصبح مصدر بيروح فين بيروح للريكتفاير ده بيقلب التيار بتاعه على الدي سي على المكثف بيشحن المكثف انا اعتبر بقى عندي هنا دي سي جاي من الموتور عايز افرمله او ما اعمل ايه اخد الانرجي دي امشيها في المقاومه افتح الترانزستور ده عملت شورت سيركت على الانرجي دي حركتها شكرا وقفت الموتور لو انتوا ما درستوش اندكشن ماشين صح لسه خدناها يا دكتور مش خدتوا حاجه اسمها البلاجنج والديناميك بريكنج والحاجات دي
فخدناها نظر يا دكتور. طيب معلش اديني شرحتها ماشي. تمام شكرا بكده يا شباب اكون انا خلصت موضوع الثري فيز. هل في اي حد منكم ليه اي سؤال؟ دكتور مين؟ انا احمد ياسر. قول يا احمد. هو حضرتك قلت بس عشان النت قطع عندي في حته في الاخر، حضرتك قلت في حاجه اتحرقت في الاخر واحنا بنفرمل الموتور الانرج بنحرق الانرج اللي معلش تاني الطاقه الانرج الكاينتيك انرجي. كاينتيك انرجي هي اللي حرقت ولا اللي اتحرقت؟ اتحرقت استهلكت بلاش كلمه اتحرقت ابزوربت. حلوه دي. اه تمام كده. مين تاني؟ دكتور سؤال يا شباب، حد ليه اسئله؟ اه يا دكتور. مين؟ ديفيد. قول. هو ليه ما فيش السرد هارمونيك ليه الخمسه بس؟ اه اي دلتا كونكشن للودز عاده التريبلن هارمونيكس بتبقى ايه؟ بتسيركيوليت عشان هي 3 فيز يعني بتسيركيوليت جوه اللود، فبالتالي ما بتظهرش على اطراف المصدر. عشان 3 فيز يعني المحصله بتبقى صفر. دكتور وسط حضرتك بيقطع الايه. خلينا ناخد الهرمونيك الثالث على سبيل المثال. الهرمونيك الثالث بيجي الار ام اس فولتج بتاعها ايكوال تو زيرو. دي حته بقى في الباور سيستم حاول تقراها بقى. تمام يا دكتور. يعني انت ليه انا عندي لو انا عندي دلتا كونكشن لود وفي اي سيرد هرمونيكس او ناينز والتريبلز التاسع كل ده محصلته ايكوال تو زيرو. تمام ده ليها اثبات واخد بال حضرتك يعني ايه اوت اوف ماي سكوب بس عشان تبقى عارف يعني. تمام لكن انت لو بحثت عليها هتلاقيها يعني. مش عايز بس ايه ارفع لكم ملف زي ده يعني ايه المفروض ان درست حاجه زي كده في الباور سيستم. تمام تمام يا دكتور شكرا. اي اسئله اخرى يا شباب؟ تمام انا كده خلصت محاضره النهارده وعلى خير الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الوقت. تمام السلام عليكم مع السلامه. Thanks.